يتواصل تدفق المهاجرين على معبر نيكلسدورف الحدودي النمساوي الذي استقبل خلال الساعات 48 الأخيرة أكثر من 10,000 مهاجر قادمين من المجر بواسطة الحافلات أو سيرا على الأقدام. جلهم وصل الآن إلى ألمانيا التي تعد الوجهة الأولى لراغبي اللجوء. أما في بودابست فقررت مجموعة جديدة من المهاجرين قطع المسافة من العاصمة المجرية إلى الحدود النمساوية والتي تصل إلى 170 كيلومترا سيرا على الأقدام بعدما رفضت السلطات توفير حافلات جديدة لنقلهم. نريد قطارا لكن لا قطار لا حافلات، نحن منهكون لكن السير يبقى أفضل من الجلوس. في الوقت ذاته عبرت دفعات جديدة من المهاجرين الحدود الصربية المجرية في رحلة يأملون أن تنتهي كرحلات أقرانهم السابقين في ألمانيا ودول أوروبا الغربية.